الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وبعد. السؤال الأول بقول نرجو توضيح صورة الذبح لغير الله، هل تكون بالتسمية لغير الله عند الذبح أم بمجرد الذهاب بالخروف للشيخ وذبحه؟ أرجو التوضيح. طيب، مسألة يا أخواننا الذبح لغير الله هي مسألة مرتبطة بالنية، نية الإنسان اللي بيذبح، وبعد ذلك ممكن أنت تذبح جنب الضريح بتاع الشيخ في القبة، ولا تذبح في البيت، ولا في أي مكان، لكن النية منه هي في النهاية تقرب إلى الشيخ أو شكر للشيخ أو للضريح اللي أنت بتعتقد إنه قدم لك خدمة. وده بيكون لما الإنسان يسأل غير الله أي موضوع من المواضيع، زول يكون عنده مريض فيدعو غير ربنا سبحانه وتعالى فربنا يستجيب له. لاحظ الاستجاب ربنا، ما الشيخ، الشيخ ما عنده حاجة، ربنا الاستجاب، واستجاب استدراجا لهذا العبد عشان بعد ذلك يعلم هل العبد ده يدرك تماما أن الذي يعطي ويمنع هو الله أم الشيخ. فأما الواحد لو كان مشرك وعقيدته خربانة يوم اللي دعا الشيخ وربنا استجاب له طوالي عقيدته بتقوى في الشيخ وحيعتقد إنه اللي أداه هو الشيخ، وبالتالي بيمشي بيضبح ذبيحة شكرا للشيخ على ما أنعم عليه حسب اعتقاده هو. فدي الذبيحة لغير الله، لو كانت أمام القبة ولا في البيت ولا حتى لو دقيت تلفون بس لجزار في الملجة قلت لي أضبح ذبيحة وانت في نيتك شكرا للشيخ على الخدمة اللي قدمها، ده يسمى الذبح لغير الله، وهذا من الإشراك بالله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن الله تعالى هو المنعم، والمنعم يجب أن يشكر على هذه النعمة اللي أنعم عليك ربنا، ماشي تشكر ربنا سبحانه وتعالى بهذا العمل، كما قال تعالى اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فالعمل الذبح ده بيكون شكر لله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي رضي الله عنه قال لعن الله من ذبح لغير الله، ده بيكون بالشكل ده. أما كون الإنسان لما يجي يذبح ما يسمي اسم ربنا، يسمي اسم غير ربنا، دي بيسموها الذبيحة دي فطيسة ما بتؤكل إذا سمى غير اسم ربنا، لأنه ربنا قال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. فكون الزول يسمي غير اسم ربنا دي ذبيحة برضو شركية، لو قصد سمى وحات الشيخ فلان ولا باسم الشيخ فلان ولا ليه شيخي فلان، دي برضو ذبيحة شركية ما بتؤكل. أما الزول لو نسى يا أخواننا، لو نسى يسمي اسم الله وبيذبح لله شكرا لله، وانتبهوا في تفريق دقيق جدا. مرة أنا كان العربية حصل لها حادث، بكرة تاني برضو حصل حادث، واحد من الشباب لعله بينية طيبة كده وما فهم الفروقات بين الأمور دي، قال لها مولانا الشغلة دايرة دم، دايرة دم اطبح عليها. طبعا اطبح عليها دي أي ذو عنده لا فهم، في النوع اللي بيقول لك تطبح عليها وتشيل الدم المسفوح ده اللي بنضبح مع البهيمة أول،
وبيده يلصقوه في العربية ولا في البيت. أيوة ده أول حاجة. الدم ده أنجس نوع من أنواع الدماء، أنجس من دم الحيض. الدم المسفوح ده، ده نجس، نجست بيتك أنت نمرة واحد. اثنين، ده فيه تقرب للشياطين، كأنك أنت من صاحب الشيطان. تقول له شيطان عشان ما نختلف ونتلولو كده وتقعد تجوط لي برنامجي، نحن صحبان يا أطبح لك ضبيحة مظبطة، عندك مشكلة تانية أي خلاص تاني البيت ده ما تهبشني وما تزاني. أنت قال الشيطان بالصاحب، الشيطان ما بالصاحب، وده غلط. عشان كده ربنا قال وأنه كان رجال من الإنس معلوم يعوذون برجال من الجن. أول ما الواحد في الجاهلية زمان يدخل وادي من الأودية يقول أعوذ، يعني ألتجي واحتمي، أعوذ بسيدي هذا الوادي، الشيطان الكبير بدعوز بالكبير من الصغار، أعوذ بسيدي هذا الوادي من شر سفهائه. كم بدعوز بهم؟ لكن الشيطان ما بيعرف ليك يقول أنا ده دعوز بي خلاص أنا بحمي من البقية. لا لا لا، ربنا قال وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، والنتيجة شنو؟ فزادوهم شنو؟ رهقا خوفا على خوفهم. الشيطان دار تعمل فيها بالصحبه وبيخوفك زيادة، ده نظامه كده. عشان كده الشيطان ما ينفع معه إلا إنك تستعيذ بربنا. لذلك قال العلامة ابن كثير رحمه الله تعالى فالشيطان يرانا ولا نراه، وشوفنا لكن احنا ما بنشوفه. قال فنستعيذ بالذي يراه ربنا ولا يراه الشيطان. بالعكس، تستعيذ بربنا وربنا يرى الشيطان والشيطان ما بيرى ربنا، لأن الشيطان بيراك وانت ما بتراه. فتستعيذ بربنا ما عندك اي حاجة تانية. ناحية تانية في ناس بيقول لك انا بذبح الذبيحة دي ما للشيطان، انا لا بتقرب للشيطان ولا بطبح له ولا شغال مع الفقراء ولا غيره، لكن انا بذبح الذبيحة دي شكرا لله، بس الله رزقني ركشة جديدة ولا توك توك جديد وانا ضبحت شكرا لله. نقول كده كويس. في ناس بيقول لك، انتبه الفرق، بيقول لك شكرا لله لكن يا مولانا لما نضبح ما في عارض بيجي للركشة دي كده ما بيجوز. ما تضبح عشان تفك العارض، وما تضبح عشان ما تحصل لها مشكلة، لا، انت بتذبح شكرا لله فقط. بكرة ممكن الركشة دي يطقها بتاع هايس يكسرها كلها بيضة بيحتك. أعرف المعلومة دي، الضبيحة لا تغني عن قدر الله سبحانه وتعالى، ما أراده الله يحصل لو ضبحته ولا ما ضبحته، دي تكون عقيدتك. أعرف المعلومة دي، لو ضبحته ولا لا الرائدة الله بتبقى كويس. لو أنت عملت أي شيء الكاتب والله بيبقى، دي لو كانت عقيدتك. بعد ذلك أنت لو ذبحت هذا الخروف ذبحته شكرا لله سبحانه وتعالى يبقى ما في مشكلة في الموضوع ده. طيب